خلال هذه الزيارة المهمة التي تأتي لتؤكد عمق وقوة علاقات الصداقة التاريخية التي تربط بين مصر ورومانيا، والتي ظلت دائما راسخة ومستندة إلى أسس متينة من الاحترام والتقدير المتبادل. ويسعدني أن أعرب عن بالغ سعادتي لزخم الكبير الذي اكتسبته هذه العلاقات في أعقاب لقاءات المتعددة بفخامة الرئيس يوهانس خلال الفترة الأخيرة، والتي كان آخرها على هامش أعمال القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ في فبراير الماضي. وقد أكدت هذه اللقاءات فرص التعاون الواعدة بين البلدين ووجود أفاق ممتدة لدفع العلاقات الثنائية، وأنني لا أتطلع لأن تسفر زيارتي إلى رومانيا عن تحقيق نقلة إضافية لمسيرة هذا التعاون. لقد جاءت مباحثاتي اليوم مع فخامة رئيس رومانيا مثمرة وبناءة كالمعتاد، حيث تمت خلالها الإشادة بالطفرة الحالية التي تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة الاقتصادية والسياحية، بعد أن قارب حجم التبادل التجاري على أن يصل لحجز المليار دولار خلال عام 2018. كما تضاعفت رحلات الطيران العار لمدينتي شرم الشيخ والغردقة، وتم تأكيد أهمية العمل على تعزيز الشراكة الاقتصادية بيننا جنبا إلى جنب مع دفع العلاقات في شقها السياسي، والاستمرار في التنسيق والتشاور إزاء مجمل التطورات الإقليمية والدولية.